راسي ولا تهوني لبديك روحي وفاس ماما عيوني لحميك ميلي يريد ليك الدوني يا غالية يا ام القدر العالي يا غالية ترخصي ولا تهوني لفديك روحي وفاس ماما عيوني لحميك ميلي يريد ليك الدوني يا غالية يا ام القدر العالي يا غالية. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج دباره المشاهير. تقعد 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 من اجمل الاغنيات اللي غنوها الثنائيات في تونس. يا حسره يا حسره بالحق. والا زاد من انجح حتى اغاني الفنان عادل يونس، مش هكا عادل؟ اغنيه عزيزه واغنيه تحبها، ابار انه بطبيعه نوجه تحيه لكوثر البردي اللي هي كانت الشريكه وكانت معناها معك شريكه في البيت وفي الغناء ايضا. هي مش شريكه، هي اللي خلت الاغنيه يعني تاخذ ثنيتها بالدبل كده طور وغاصه في الكوجينه هذا كان حييها. اما الاغنيه دي تقعد معها سي. انا فرحان برشا لان عندي اغنيه كيما هكا، لانه برشا فنانين ما عندهمش حتى حاجه يعني قاعده في الرصيد نتاعهم يعني في عمرهم الكل تلقاه يغني عمره كامل. عندنا فنانين اللي حياتهم كامله يغنيوا ما عندهم حتى اغنيه تعرفها العباد. هذه التوا حتى ال 14 ال 15 ال 13 10 في العروسات وفي المهرجانات يطلبوها ويغنيوها، سيرتو تيك توك توا قاعده ماشي تيك توك شيء عجيب غالي. يعطيك الصحة توك بالحق اغنية زينة برشا، أنا شخصيا نحبها على الآخر. أما هيدا نرحبوا بالشيف المساعد اللي مسكنا عندنا برشا حلقات، ماهوش شيف خنسيبا، لا الشيف مساعد. ركزوا لي ديما نقولها على كلمة مساعد على خاطر اليوم شيف حروز لن تكون الشيف الأساسي في برنامج دبارة المشاهير، فقط تنفذ المعلومات. أنت اليوم دخلت في ديفي أقوى ديفي اللي أنا وصاحبي عادل، أنا رد بالك كلها ما تعرفش اليوم حروز الصنعة نتاعي في تعرفش عليك قال لك تخدم معايا شمك فيه هذاك باش الدنيا كلها مع اهلي. هيك نبداو الدبارة. دبارة يا عادل خلينا نعرف الساعة تعرف الطيب ولا ليه مدبارة تو نفهم من كل شيء. طيب مش شكلي طيارة مي ان شاء الله مش فنان شوية هكا حاولوا نعملوا شوية مسلي هكا وحاجات خفيفة كي زعما مسلي حاجة خفيفة فهمت؟ اي بالحق هي ليه والله بالرسمي يتخمط حرف الفور زعما المسلي نقول لكم حاجة مسلي شنو المسلي بالحق في تونس راهو تك تك معناه ما ياخذش برشا وقت. اما رجالنا في تونس ما يحبوش المسلي اللي هو يقول لك اكل تلموم ما تشدش اليد فهمتني ما يحبوهاش معناه ما ياكلوهاش برشا رجال تونس. نحب المسلي ونموت على المرقة بطاطا. خلي الشيف حروس هو يجي منها نقبل البلايص. كيفاش ما تلبسوش تابليتو معناها؟ لبس مروحه بها. نسيت خليني ديما انا ندلل لي زانفيتي نتاعي تو نلبس هيك فيش كوثر تغير بكا هاو فهمت تقول لك هيك سمية تلبس فيه دونك ديجا ما نخاف اكلمك سمية اختي تلبسنا وعادي جدا فهمتني دونك هاكا باش تمسخش حوايجك باش ما تعبش كوثر نهار اخر في الدار شو تقعد تغسل لك. تبارك الله عليا. تقضي في الدار تقضي في الدار ولا النوار وهي بالنوار معناها ذاك اللي اسرتي عليها شيء ماشي مع بعضهم. لا وكدوري زيت فيها الشطر الدوري هو البوغوس بتبيعته بغيت يا ولدي عينيك هي البوغوس مش انا عينيك البوغوس. خلينا نزربوا شويه باش نحكيوا لهم احنا على المسلي على السوب. انا سالنا الدجاجه واش نعملوا في المسلي باش ديما يقعد لنا طيب. صحيح هذيك اي هاكا فاهم العارض خليه عندي هذيك شقاولك انت هاكا كمل الاخرى هاكا عندك الفول بحذاك البطاطا قدامك وتفوح لنا كل شيء. حروز انت تبدا تعمل السوق انا السوق نتاعي تفرز قاعده تمشي راهي جوها باهي خلينا نعمل نطلع على السوق انا اليوم قاعده نكونترولي فيهم دونك السوق به مريقله السوق اعطينا مكونات السوق اللي عملتها السوق شنو هي ساعه شنو هي السوق نتاعي اليوم عملت الشيفيدونج اللي هي الدويده عملت هذيك البطاطا نتاعي باش نقصها على ما ينجمش نعمل نقلي شويه بصل بالحوت والا الدجاج والا اللحم كو سوا معناها لي زانغريديون. انا اليوم مثلا شويه سكالوب نقليها مع شويه بصل بعدين نفوح صب الماء نتاعي بالكدا خليها تغلي زيدها شويه اخرى شويه كلافز نتاعنا نقصها جويدين ونخليها هكاك اخر وقت تبعوا لي بربي الشيف عادل برجو ليا قصه جديده تاع مسلي مدوره في سعطيب هذه تاع فنانين هذه خلي يا عادل خرنين في الدار تقلقها كوثر شويه في الكوجينه سيتو باش تدي رمضان ولا مانيش خرنين ياكل ما يقلقكش وناكل كل شيء بالحق والله ساعه نبدا نعارك حتى كيف تفضل حاجه في رمضان ماذا بيه ما تلوحش ما نغدو ناكلوها ما تعبهاش معناها ما عندكش الشهيوه الشهيوه بتاعك لا لكن اللغه بتاع زعما لا
بالحق ولا ما عندك حتى علاقه. رمضان ما عندكش ولا ترقد في النهار في العاده؟ والله لا, لا تو السنين هذوما تونكيلي وليت ديما نوصل شاهد الصباح. تسمع فيا حبيت هذيك خاطر الصغيره شبابه زاد هذيك تسمع فيا نوصل شاهد الصباح للمكتب يعني حتى كان نروح ماضي ساعتين ماضي ثلاثه الاربعه مهما تكون فما وقت هذاك نتاع شاهد لازم يقوم فيه من غير ما نشعر نقوم بالسيف. انا وهي... بدي استغربت عاد الوقت اللي كلمتك وقلت لي انا ارجع لك غدوه العشرة نتاع الصباح خلتني بيزار شويه. قلت شنو الحكايه؟ قلت لي يظل قلت لي يظل ما فماش معنى الحكايه. قلت لي ما مش يرجع لي 10 نتاع الليل خاطر بالحق نعرفك اللي انت نواه برشا. صحيح 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 حكم الخدمه معناتها نرقد يعني معناتها نرقد في النهار نزيد الواحد اخيرا. شنو واش؟ بابا قارسنا شطر. اي اش قلت لي؟ اش قلت لي سميه؟ لهني قادر فيك بالحق فنان معناها هكا شو شو يا بابا شو نظافه شو نظافه ساعه وشو الدنيا كاش مليقله هنايا. اي واش قالك في معونه؟ اللي باش ياكل ما عندي انا حاجه يا ودي باش ياخذ عمره كامل يحلم بها خاطر هذه عمرها خاطر عمرها ما صارت. واش قولك في معونه عاد؟ زيد نفس الشيء. لا لا خليه بعدين خليني عادي خليني انا شايف ركزوا معايا انساهم ركزوا معايا هذاك شايف رانا هبلنا تو هبلنا رانا زوج هذاك الرجال وقت اللي يبداو يدخل لك وجينا وغاطسين شو غزروا بين زوج شايفين مش عارفه حاجه مزيانه وكا هذا شنو لازم نقول لكم انا ايه انت لازمك تتاكد لفاح لفاح اللي تاكد ساعه نحن عمرنا بالعمر ما لازم نخرجوا حاجه ناقصه جامي خلي لي كرشت نتاع الفاح يعملها الشيف عادل اه ولا شو وشو الالوان الالوان ما شاء الله هكا 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 اي هذيك نتاع شو اسمه هذيك نتاع تركيا ولا هكا دونك نحب فلفل الاكحل زيد الملح حطيت شويه زيد شويه ملح مش ملح ما تجيش ملح عاد الملح برشا اللي يحب يزيد وحده بعد بعد يزيد على راحته. خليني انا بربي نحكي شويه على المعون المزيان هذا ياسر ياسر مزيان اللون اللون اللي انا عشقت فيه اللون على الاخر واللي انا باش ناخذ منه خاطر اللون ياسر توندونس ويتماشى ديما نقولها مع اي ديكور نتاع كوجينا كيف كيف تنجم تدخلوا على السيت نتاعهم دار العروسه كما تراوها مكتوبه اسفل الشاشه دار العروسه بوانتي ان الالات تشوف فيها ورايا هذه تلقاوها زاده كيف كيف في سيت دار العروسه حاجه ممتازه على الاخر وتنجم تسهل عليك القضيه في شهر سيدي رمضان التعب التعب يتنحى عليك خاطر هي عباره على يدك الثانيه دونك رقم الهاتف 70 28 27 80 تنجموا تكلمونا قضيتكم بارك الله عليا القضية توصلك حتى تكشف الباب الدار بالطبيعة الأسوام مرفقة مرفقة والأسوام بخاسك خيالية حاجة ممتازة على الأخر أما أنا ديما اللي نركز فيها الكاليتي نتاع الماكينات تشوف فيها ورايا حاجة ممتازة على الأخر ما شاء الله. نرجع لكم الأولاد دونك وين وصلنا؟ بالله شنو رايك يا سمية براس أمك؟ والله أنا قاعد نرفش شيف حلوز يعني مش أنت يا عادل. لا 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 ما هو شو أقول لك؟ خاف أقول لك عليك على خاطر شيف حلوز أنا ما عنديش اللي يقول لي عندي كان جات عندي ذيك أنا نعمل أما دونك اللي هو لازم نعمل كل حاجه في بلاصتها. قلت لكم راه اسهل حاجه ميك اسهل حاجه المصلي. شيء اي شيء فيزي كيكا باهي صحيح. صور حطوه في الفور. قلت لك راه الصنعه نتاعي اليوم. اي والله الصنعه نتاعك هكا سافا. شو كيفاش شو كيفاش ربي يخوض لي كيفاش الدنيا. بعدين رسها مع عدنوس صحيح حكا من فوق. كانت اللي تعملها هكا من فوق. نيه ويبدا نيه. اي معدنوس بيان سور انا ما تنجمش طيب عدنوس. اخر حاجه رسها مع عدنوس نيه. نحيوها في المونتاج هذه. لا نحيوها في المونتاج هذه كيفاش هكا توا. رسها مع عدنوس نيه ديني كان مستحيل. نجم تكون فكره جديده نتاع البطايف والله شويه هاكا يا ولدي راهو اجا نقول لكم الكوجينه يا شيف عادل راهي كوجينه غرام راهو افكار كرياسيون حاجه جديده حاجه كرياسيون جديده يلزمك ديما تخلق حاجات جديده انت عادل عاد عندك مع الكافتيج اقوى كافتيج في الفورس قولك فيه موجود 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 معايا 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 عادل فوالا فوالا عادل معايا خليها عاد فازه جديده تحيه بيان سور هذيك تولي ابتكارات نتاعها هي يعني لا والله لا شوف بيان سور صحيح اجا نقول لكم الماكله تبدا حلفي خليها خليك يا شيخ اقوى حاجه عندك كيف تيجي في الفور ورشه مع عدنوس ني بطاطا صفراء هذوما لازم يعملوا لك سبوتك لا باهي والله والله اكتشاف قل لي قل لي قل لي مع عدنوس ني كيفاش يجي رشه كيف فوق الواحد هي ما هو يخلقوا نتاعو هكا كي تعملوا تو يمكن يخلقوا تي خلينا تي صيبنا من المنظر قول لي عاد انت تفضلك بها الحكايه وكي تجربها باش تلقاها بنين مع نص حاجه تعملها سميه بنين هكا تحيل بربي والله ديما نديمش نضيفك بحذايا كل يوم نجي هوني باش نطرد وشي بحروس تبدا انت قول لي عاد دندن شويه في الكوجينه ما تدخلش الجمله الكوجينه والله تو في الحقيقه مش من ساعة مش ديما. تدخلش ديما. ما تخلينيش كوثر. ما تعاونش. يعني تبارك الله كوثر وذكرى اختها يعني بون شنو نتفرج
نتفرجك هاو معايا. عندي نبدا عندي. يمكن احكي لي شويه حتى قبل الزواج عزوبيه طيب. لا قبل الزواج وقتها على دوب ما تعرفت على دوب ما تعرفت على كوثر، وكوثر ما تعرفش طيب وقتها بتقول. اها. اما قالت لي نعرف نطيب. قال لها تولا قال لك ما تعرفش طيب. وقتها انا نحكي لك على 20 سنه التالي. يعني نحكي لك شو قداش. متى مازلنا تعرفنا على بعضنا. قلت لها شاهي باش على شاهي قرنيت. يزمك ترى الخرنيت اللي كليته يا بابا. هو مو مالح وزادته الملح. والله ناكل ونبكي. بالرسم كليته؟ إيه اما كليت منه، اما قلت لها في الاخر معناتها باش ما تغلطش نهاري. بحق. قلت لها ما تجيش راه هذا مالح. لا والله شو بربي ركزوا لي على التضحيه، التضحيه بتاع الفنان عادل اليونس رغم انه الماكله مالحه على الاخر. كليت ولا كليت؟ مالحه 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 وكليت. هاي. كليت. ما بشجعها عاد. اما تقول لها مش معناتها تخليها يعني. انا لتوا حتى الوقت هذا يعني حتى كيف تبدا حاجه ما تعجبش نقول راه ما عجبتنيش، مش معناتها توا سيرتو توا. هذه اكيد تقولها لها تمرين بعد بتفدليك بيان سور. لا لا بتفدليك معناتها كارها راه هكا مثلا ذكرى خاطر اكثر حد اللي طيب يعني في الدار توا ذكرى يعني كوثر ما عندهاش وقت. يعني نحييها ذكرى عندها تياب بنيه حلو. اما الكل ما تعلموا ذكرى شكون اختها؟ اختها اما الكل تعلموا فيها انا الكل. الكل ما تعلموا فيها. هكا هو هذيك هي هذيك هي بالحق الانسان في تونس لو بالرسم. لا ولا الطياره توا ذكرى. تحيه الانسان الكل في تونس اللي هما بالرسم يبداوا تعبين شهر سيدي رمضان. بين بين الخدمه وبين الطيب وتلقاها واقفه معناهم بعد من بعد شدوا عندكم شويه بربيها طيب العشاء بعد ما طيب العشاء تغسل معون ياسر بالحق هي شي بعد ما طيب العشاء تغسل معون مش تغسل معون ايش تعمل تعب انا باش تقعد واقفه نهار كامل ناش خدينا على المعون معناتها بالرسم يا ربي ربي معاهم تتعب عليهم سيخ نعاونوا نحن ما نعاونوش معناها رديتنا ندخلوا تعاون بالماكله انت شي بحروز فهمت شايف انا باش ما نكذبش ما نعاونش وما نغسلش معون انكها دندلي دندلي عمري كامل ما نعملهاش انا خويا نغسل معاه علاش ما تعملهاش صيح في الدار مش خدمتي مش اموري بحق والله ما نعملهاش فما برشا رجال يعملوا امورهم ما نعملهاش انت ضد الراجل اللي يغسل معون ويعاون مرته خويا ما برشا راجل يغسل في معون ممزتها الحكايه يعادي طيب وموه فيها حتى كان طيب فمش يطيب اوكي ليه ليه شو انا برد بالك راه رجال يطيبوا خير من سائب الف مره اي خذي طيب وانا بعد قديش اما انا ضد انه راجل يغسل معون وكل حد حر اغسل يا بابا هكا وين اغسل يا بابا شيخ امورك امورك هكاك راه نحكي على روحي انا نحكي على روحي تغسل اغسل خويا وجهه نظر نحترمها اما احنا ما نشجعوش بالعكس نشجعوا على الراجل يغسل معون والراجل يعور مرته في الدار والراجل يقص الخضره والراجل يعمل سلاطه محليه ما الرجال هذوك والراجل يعمل معدنو سني ايه يزي عاد من الحكايه شد ليه شد ومات في الحكايه يزي عاد حروس غني لي غني لي شويه شيف عادل عندي غنيه ان شاء الله انا صورتها يعني كليب وقاعد نعدي فيها بشويه هي اسمها نحبك برشا برشا تقول نحبك برشا 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 نحبك برشا 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 نحبك برشا 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 ونخاف عليك من العين الحرشة هي تعرفني مغيار وياسر وحزار وتعرفني مغيار وياسر وحزار وناصب لك رادار وعامل عليك العسة هي نحبك برشا 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 محليها هذه توا بديت نمشي فيها توا خاطر اسمع انا بخيل عندي مده عندي سنين بخيل مش نقول لك في الخدمه نتاعي بخلي بخلي مش بخلي ما نعرفش اللي حسيت الجو مش هو فهمت الجو مش هو من ناحية من ناحية شيف عادل الجو مش هو يعني جو الفنانين اللي هنا في تونس بديت نتقلق بديت نتقلق من برشا حاجات توجهات غنائية قاعدة مكتسحة الساحة لا لأنه ممكن ياسر مثلا مانيش قاعد الناس اللي بتخدم خدمة تلقى روحك ما تعديهاش عمل لي صلاة تونسية يعني علي عملنا قصصي صلاة تونسية خلينا ننوع قصصي قصصي ما يسالش ما يسالش هات ننوع شوية أنت تسمع فيا سمية تدلل في أي ألور نسمع نحطوا هذيا هوني بعد نحطوا أي ألور تلقى روحك تعبت وحضرت خدمة وحضرت أمور مش بلاش راهو الخدمة اللي بتخدمها تخدمها بالفلوس بيان سور تلقى روحك تتعدى مثلا تتعدى انت مره مع الغنيه وتوفى الحكايه ما تعاودش تتعدى مره اخرى مره اخرى قبل كانت فما الحكايه هذه انها كانت الراديوات تعاود لك اغانيك التلفزه تعاود لك اغانيك توا سعيد كي تعمل غنيه تعديها وتروح بها معك معناتها توفيت الحكايه ما تتصورش انها تعاود مره اخرى ما نعرفش يمكن البرامج ولا تكيكة يعني تحس اليوم البرامج مقصرين مع الاغنيه مع الفنانين التوانسه مع حياتنا التونسيه طب الحقيقه لا مقصرين برشا برشا بما انه كوثر عندها مكانتها كبيره في الدراما التونسيه
تعبت مني حاجه برشا ناس يسخيلوا كوثر قاعده تعاون فيه. لا لا قصدي معناها ما شو كوثر ما تغرمتش بالتنفير ما اقترح عليك حتى كوثر كانت معي في حاجه بركه في كليب غالي هكا اما بعد كليب غالي ما عاونتني في حتى شيء كوثر وانا نقول لها ما تعاوننيش وما نحبش لا نعرف مش هكاك قصدي عادل قصدي معني اغرام اغرام لانه برشا ناس كل يوم هكا تمشي برشا ناس اللي يراوك يقول لك انت مرتك كوثر برنور ماموره وامورك مريقله مش صحيح وانا نقول لها ما نحبش فما حاجه خليني انا الريقله ما تريقليش خليك حسيتك سي السيد عادل سي السيد ونص بالحق والله انا في داري سي السيد في دارك وحتى في ونحكم بحكيم أيه. في كل شيء والله صعيب مع كوثر انا سي السيد في الدار هكا كريم عزوز يعرف لا والله برسمي حسيته صعيب شويه عندك هكا شويه معناها اي اي لا سيدك الرجل التونسي نقولوا احنا الرجل الشرقي اللي في الدار اللي كيما تربيت كيفاش تربيت انا عند بابا وقت اللي حي الله يرحمه تربيتك هيك تربينا بال شوفوا لي طماطم مش نحوالها لا لا خذوا لي الهيجه شوفوا ركزوا لي بالله مع طماطم خاطر قاعدين نحكي احلى جو غير هيك اسمها دبرت المشاهير معناها اليوم صلي على النبي هذا ربي لهنا حط لي لهنا حط لي لهنا حط لي لهنا باش يشوفوا ما هي القصه هيك شفتوها المرة والله مليك هكا عملت باقوس مدور هكا ديجا اي شو هذاك باش نزينوا بيه من بعد شو وتحسها بال معناتها بال مقصوصة بالماكينة مش مقصوصة بالسكينة معناتها اورديناتور قصدك اورديناتور ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله باهي عندنا اخر هذه الغنية خلقها على الحاجة اللي تجي خرج من الايام صحيح 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 السوب حضرتك حاضر السوب بتاعنا هاي باهي هكا صاحبي يقول شنو مع السوب وعلى السلطة التونسية فقراء الليلة ما راه نهار كامل وعندنا البسلة مع السلطة حتى والدنيا لوحدي عندك سبيب عرفات من احسن الصلاه اللي عملتها حاضر من احسن السلايت هذوما هي ما حسيتكم هكا اليوم يا خويا يا خويا ما يصيرش نعاونوا الزويبله نعملوا حاجه للزويبله لازم للناس بالحق حتى الدنيا غليت وانا سان في بليزير شيخ كي نبدا هكا نعمل في حاجه يا زينب سلمى ويلزمك تكون مقصده شويه لا 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 بصل مهم اسال الرجال اي اي بصل مهم يا بابا اي هكا بيجي بصل هكا هكا بي وليش انت ياك سيدي الزين بل اي اش دخل مهم اي احنا النساء ما ياكلوش البصل خطير يتفرجوا بالبصل هكا اي بالحق ما نكتبش اي يعمل حق الريحه اي مش كيف احنا اي احنا ما يهمنيش مرفوض فمك قول لي شو عندك في رمضان عدوله والله الخير والبركه نخدم في بلاصه معناتها سهريات رمضان هكا ما عنديش يعني حتى مهرجان المدينه ما عنديش حتى كوثر هي توا شاد مهرجان في نهج الباشا ولا ديما اكيد عاد موجود والله لا بالحق والله علاش؟ خاطر يلزم تو مرتك شاد مهرجان خاطر هي غادي ضربه وين كانت شاد هي غادي تولي عاد تخلى الدنيا وقتها هكا جبت هاوكا رجل واحنا عادة مش ناقصين عادة في هاوكا رجلها وهاوكا وهاوكا انت حسيتها تزعجك كلمة هي معني من قبل جا للتو هاوكا يلزم مرته الفنانة كوثر لا لا راجل كوثر البارد راجل كوثر البارد هي اللي تعمل شو شو غزلي شو احنا عادل يونس من قبل احنا اللي تعودنا به انه الراجل الاول وبعد جي المرأة يعني مرت فلان ما يجيش يعني راجل فلانة فهمت حتى في الانفيتاسيون كي تبعث حاجه ديما تحط حرم بيان سور ما تحطش راجل فلانه وهما عندهم برشا تو في تونس عندهم برشا هذيك نتاع راجل كوثر راجل معناتها وليت ما عادش تقلقني الحكايه اما في الاول كانت تقلقني برشا ما نحبش انا اسمي عادل يونس انا ديما نقول فنان عادل يونس عندك انتاجاتك عندك انا نحب ديما عندك تاريخك الفني انا في بلاصتي انا في بلاصتي وهي في بلاصتها اي بيان سور وهي ديما مرت عادل يونس اي مش عادي اليوم اللي اكتشفناه في حلقتنا انه سي السيد مازال موجود في تونس خاصة موجود 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 ليه؟ سي السيد مش اللي ما يغسلش غسل المعون سي السيد اللي ما يقصش الخضرة سي السيد اللي ما يعاونش مرته لا لا كوثر وينك يا كوثر ياسر ديل ياسر ديل تعرف 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 ومش بالسرقة الحكاية فهمت؟ معروفة الحكاية لا لا يا ودي شو يا ودي باش ياكل ركزوا لي على سلطتنا اليوم يزيدها نشوف سلطتك ايش تولي هذيك بعد قصه القصه حروف دخل القصه قصه الله خليني اسمعني شو القصه نتاعنا هذه خليت تبدا مش حاجه كيما الناس الاخرين فهمت مصلي حضر ولا مازال مازال شويه بركه جي سبرينت زادت الطاوله اللي انا كملت به دونك احنا عدولا نمشيو للبيت الفطور خلي هذيك باش يزينها هكا ايش قولك انت؟ بعد كبير تجيك حاضر علاش تعطي على روحك على 10 سلطه هذايا؟ والله يا تجي بالك واحده كيف في ريستورون ولا في الدار؟ 10 على 10 لا لا خليه هو هذه بالضبط ورسك انت اللي نجم يعملها حتى حد هذايا الا انا بالله خنوريوها حتى شاب بيته هاي عاد وري هنا بربي هاي هاي ايش عاد دول برس امك اه بالله اللي تتفرج شو ايه رايكم انتم شو مع واحد انا هذوك شوف احكي لكم حكايه بعد شو تدخل خلينا نكمل ساعه اسمع تو ذيك تزيدها مع دنو سنين تجيب لينا
تو انت ريت تفادلك ما تعرفش نجم تكون فازه جديده زيدا معدنوس لانه المعدنوس ما يقلقش مش معدنوس العادي معدنوس على الفازه هاي على الفازه رشا معدنوس السلطه التونسيه بالمعدنوس وشو تو كي ترشا معدنوس كي شو اللي ودي شو راهو تاكل بالعين لازمك بالمنظر الباهي نمشي لبيت الفطور قبل ما نمشي نحب نذكر كيف بدا العروسه بالمعون مزين هذا اللي حاضر معنا تيلت شهر سيدي رمضان الماكينات اللي تراوها في ورايا هي عباره على يدك الثالثه في الكوجين اللي تعاونك بصفه كبيره في شهر سيدي رمضان باش تكلمونا على رقم 70 ديما المشاكسات موجوده 70 28 27 80 والا تدخلوا على السيت ويب دار العروسه .ان وقاعده تتصل بحتكش الباب الدار احنا باش نمشيو لبيت الفطور يلا عشان احضر وبطبيعه كما تراوها اليوم الخير موجود السوب المصلي البريك يا عدوله السلاطه 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 ما تعقليش والله نحل معدنوس ليه هو؟ لا ما عادش ينجم نحل اي ذوك اللمساتي ليه وهي ذيك الفازه اللي انت في بالك نساء تونس الكل تو باش يجربوها الفازه في بالك ماهيش خايبه راه بالحق والله مش خايب يعطي بما يعطي قوه السلاطه هذه الصيفيه من اكثر السلايط المحبوبه في الصيف انا في الصيف هذاك هو اي حتى انا في الصيف يمكن حاجه واحده نزيد على عدوله قرن فلفل لان ناكل حار برشا اي اما ترخص شويه الخضره في الصيف حتى هو غالي توا النقوص ما عادش الواحد يقول ترخص لا تغلى تو ياكل ويسكت اللي يلقاه في السوق يقول الحمد لله قداش تغلى الفخوز قداش 10000 والله انا شفت ما كنت على الفيسبوك 10000 لا لا 5400 انا شفته 10000 حتى 5000 بقي برشا والله والله وبرشا راهي بلادنا ونحن بلاد الغما هاك تشوف الماء الدنيا شايحه ما فماش هذيك الحمد لله ربي عطى خير ان شاء الله كل يوم لا مش ما زيد ان شاء الله فما مازالوا قالوا نايرين ان شاء الله ان شاء الله اعطيني ركاب صغير عدول على البلان تاعنا اليوم هذا الوحيد هكا تشوف فيه رغز المسلي ريتو هذاك بجا ربي بجا ربي شكون هي انا والله ابني انا نشوف فيه ريحته باهيه ابني صيف انت في بالك انا باش نهز منه باس كل حاجه بلاصتها اي تلف لك كي تهز اي بيان سور كلها تهز معاك الكوكب هاك خويا مسلين اخويا كيش مجرح الواحد والدنيا والعالم اي وهو اول مره راه في بالكم عاد اليونسي طيب يدخل كوجينا ويطيب بالله العلي العظيم عمري في حياتي انا الحاجه اللي نجم اللي نعملها في حياتي معناتها نعرفها من قبل ملي انا عازب عظم في الهريسه والزيت اما كي نعمل لك عظم وهريسه وزيتك الفقريه هذيك ريت قسما بالله يا محرز اللي معايا ياكلي يتوفى بالبنا والله مرحوم رو بنينة مرحوم شبه حروز عطي بغلك ربي خليون تسمع فيا شيء كبير في العجة اما كهو اما هذه اليوم التجربة ما نعرفش تلك حدود تلك الحدود تلك الحدود شو الماكلة راهو نفس مش نفس نفس خليك كلمة الختام شيف عادل اليوم كلمة الختام يا خويا انا فرحان برشا اللي انا عرفت روحي اللي انا نعرف نطيب واللي شجعني اكثر هو صاحبي خويا محرز وانت بالانفيتاسيون هذه العزيزه الغاليه وراسك انت اللي انا راه استدعاوني في كوجينا في رمضان هذا باش نكون موجود مانيش نقول وين وراسك انت وقلت لهم لا ما نعرفش علاش حنا بعد جيت مرحبا بك نحبك تامن واللي نحكي فيه انا توا اكيد راهو ما تفرجش فيا هو ولا هي باش يقولوا لهم باش يقول راه بالحق يا خويا راه بس اي عدل والله يمشي انا سيدي كلمته قبل حبيت نجي والله نتكلم على كوجينا على كوجينا خلي الوقت تو نكلمك صحيح الحمد لله عادل عشر البر لا نحب حنا بعد نحب حنا ونقولوا ان شاء الله رمضان مبروك للناس الكل وان شاء الله يا ربي نسمعوا كل الخير على بلادنا وان شاء الله ديما بلادنا في امن وامان وان شاء الله ربي يفضل لنا اللي نحبوهم الكل واللي في مخ الكل يعيشك يا عدوله نورتني خلي كلمه ختام محروس في ساعه في ساعه العاده نقدموا ديديكاس لمنير قال لك طبليه ساعه منير لا طبليه هذيك باش نروح بها ما تحكيش هذيك تو هي اللي باش تخليني نزيد نتشجع على التياب عسير ديديكاس لمنير عيسى منير عيسى هو الموديليست منير عيسى درجه عبد منير عيسى هو الموديليست نتاعنا اللي ديما لابسني في كل حلوه برشا ديزاين حلوه محلاها بالحق محلاها والسنة قال لي ديزاين ديتي نتاعك الكل باش نلبسهم انا من عندي منير راني لابس ومروح بها زاد معايا يعطيك الصحه شيف حروز نورتني كيف عاد ميرسي بوكو انك جيت بحذين وانك قمت الصباح وجيت خصصنا وقت يعطيك الصحه ميرسي بوكو احنا حلقتنا وفيتك كي عاد نتقابلوا نفس التوقيت الخمسه غير بوع على قناه حنا قبل ما نختم نحب نشكر مبل دوغاز على المبل الحلو هذايا كيف ليزاكسسوار اللي استعملناهم معونا من دار العروسه رقم الهاتف 70 28 27 80 سينو تدخل على الباج نتاعهم دار العروسه .ان نحب نشكر مرفي باي ايمان السحباني على اللوك وعلى المكياج الحلو هذايا نقول لها ميرسي بوكو يعطيك الصحه احنا نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت كي العاده ما تنساوش الخمسه غير بوع على قناه حنا باش طيب نسكول باي باي